اهلا بكم مجددا، ولا نزال نتابع مع حضراتكم تبعات وافتتاحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات التنمويه الهامه بمحافظه سوهاج والتنميه الكبيره التي يشهدها صعيد مصر والتي تم تفصيلها خلال جوله السيد الرئيس بمحافظه سوهاج بالارقام وحجم المجهود الذي يتم على الارض في محافظه سوهاج وفي محافظات الصعيد بشكل عام، والتي غيرت من شكل الصعيد وغيرت من بوصلة التنمية التي تتبناها الدولة المصرية. الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بتنمية الصعيد خلال السنوات القليلة الماضية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. استطاعت المبادرة تغيير قرية أم دومة بمحافظة سوهاج وحولتها إلى مدينة صغيرة بها كل الخدمات اللوجستية التي يحتاج إليها المواطن. وكنا نتابع مع حضراتكم الجولة التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بأم دومة بسوهاج وحجم التغير الحاصل على الأرض بمحافظة سوهاج. بتأكيد محافظات الصعيد مثلما أشار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية الهامة بمحافظة سوهاج، كانت تعاني خلال الفترات الأخيرة ليس فقط من التهميش ولكن من غياب التمويل اللازم لتمويل هذه المشروعات الهامة بمحافظات الصعيد المختلفة، وأن ما تم على الأرض من إنجازات خلال الفترة القليلة الماضية هناك مجهودات تتم متتابعة لافتتاح العديد من المشروعات التنموية الهامة بمحافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المختلفة. ومثلما أشرنا أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بتنمية الصعيد خلال السنوات القليلة الماضية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. هذه المبادرة استطاعت تغيير قرية أم دومة بمحافظة سوهاج وحولتها إلى مدينة صغيرة بها كل الخدمات اللوجستية التي يحتاج إليها المواطن.